مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القصص الغريبة. الحلقة ديال اليوم غريبة بزاف وبعيدة كل بعد على القصص اللي مولفة كنعاود لكم. الحلقة ديال اليوم عندها علاقة بالبشر، ولكن واحد النوع ديال البشر اللي ما فهمتش كيفاش قدر يجرب هذا النوع ديال التجارب، لدرجة أنا كنقلب على القصة اللي غنعاود لكم اليوم تصدمت وقلت باللي فعلا خصني نبارطاجيها معكم باش حتى نتوما تعرفوها. الحلقة ديال اليوم غنهضروا فيها على واحد المطعم اللي كيقدم اللحوم البشرية، ولكن الحاجة اللي كتصدم أكثر أنه كيتباع بأثمنة خيالية وعنده زبناء أوفياء اللي كيجيو باش ياكلوه بانتظام. لا، ولكن واش عمرك تخيلتي أنه غيجي واحد النهار اللي غيكونوا فيه مطاعم كيبيعوا اللحم ديال بنادم؟ واش عمرك طاح لك في بالك أن اللحم البشري غيولي موضة وغتولي كتقدموا مطاعم فاخرة؟ فعلا في زمن الغرائب والعجائب ولا يمكن لك تاكل اللحم ديال بنادم وانت مرتاح بلا ما يعاقبك لا قانون ولا تمشي للسبيطار حيت غتصاب بتسمم. اليوم غنعاود لكم القصة ديال واحد المطعم اللي كيبيع اللحوم البشرية واللي سميته مطعم الأخ صالح واللي كيتواجد في اليابان. في الواقع هذا المطعم كيقدم للزبناء ديالو لحوم 100% بشرية وخالية من الدهنيات. واخا كانوا بزاف ديال الصحف اللي نفات هذا الخبر، بزاف ديال الصحف اخرى دولية اكدت هذا الشيء والتقطت صور ديال الجثث اللي كيتم الطبخ ديالها في هذا المطعم. مطعم الأخ صالح مشهور بزاف في اليابان وبالضبط في العاصمة طوكيو، قانوني ومعترف به من قبل الحكومة اليابانية اللي كتدعمه واللي عطاتو التراخيص اللازمة باش يحل وباش يبيع هاد اللحوم البشرية بشكل رسمي وقانوني. مع هاد المطعم ولا يمكن لك تاكل لحم ديال بنادم وانت مرتاح 100%، ولا ممكن انه يعجبك ويقدر يولي حتى الطبق المفضل ديالك. ولكن واش خديتي دقيقة من وقتك وفكرتي منين كيجي هاد اللحم وكيفاش؟ واش كيصيدوا هاد الناس؟ واش كيقتلوهم؟ في الحقيقة حتى واحد ما كيقتل وحتى واحد ما كيتقتل، حتى واحد ما كيصيد وحتى واحد ما كيتصيد، وحتى واحد ما كتحيدوا ليه الأعضاء ديالو بزز منه، حيت هذا المطعم كيطيب اللحم ديال الناس اللي قبل ما يموتوا قرروا أنهم يبيعوا الأجساد ديالهم بواحد الثمن ديال 35,000 دولار باش تستافد الأسر والعائلات ديالهم من هاد الفلوس. مطعم الأخ صالح ما كيقبلش أي لحم ديال أي واحد، وإنما كيتعاقد غير مع الشباب اللي قرابين يموتوا، وكيقدر يوصل سعر الوجبة الواحدة فيه ل 1200 دولار، أي ما يقارب 11,000 درهم مغربية. أما بالنسبة لأرخص وجبة فيه فالثمن ديالها كيوصل ل 120 دولار، واللي هي 1100 درهم مغربية. أما بالنسبة لأول واحد كلا في هذا المطعم فهو واحد سائح أرجنتيني واللي قال أنه واعر بزاف وبنين لواحد الدرجة ما كتخيلش، وأنه قريب بزاف للحم ديال البقر اللي كناكلو كاملين. فعلا هاد المعلومة غريبة بزاف وكتخليك تسأل كيفاش كيقدروا هاد الناس ياكلوا راسهم، والمشكلة أنه ولا الطبق المفضل ديالهم اللي كيخسروا عليه فلوس صحيحة باش ياكلوه. الحاجة اللي كتخليك يطيحوا لك شي أفكار كيخلعوا، وبلي هاد الناس مادام جربوا هالطبق فمن الممكن أنك إلا كنتي معاهم وجاهم الجوع أنهم ياكلوك حتى أنت. هكا كتكون صارت القصة الغريبة ديالي ديال هاد النهار. نتلاقاو الحلقة الجاية بقصة غريبة وحدة أخرى.